هنا استعداد الابطال للمشاركه مسافه 800 متر. الرجال افضل اسم هذه السنه في هذه المسافه، وابو بكر كاكي مشاركة تلة من الأسماء في هذه المسافة. لعلو أمين من المغرب لتاي جون الكيني، عنتر زرق العين البطل الجزائري واحد من أبرز العدائين في هذه المسابقة، خصوصا في مسافة 1500 متر، عداء جزائري مميز جدا. محسن الأمين، خوي رشيد، كاريخوان ويليامز، سعيد دولان من المغرب، محمد المساوي من المغرب ايضا، يوسف البنكاري المغربي، ليفيو، تشانورا من ايطاليا، والكيني جورج كوتش. هذا ليفيو، تشاندرا من ايطاليا. وللتصحيح فقط، كان هناك انسحاب ايضا وعدم مشاركه العداء الجزائري اللي كان ضمن لائحة المشاركين. عنتر زرق العين صراع سيكون بين مجموعة من العدائين في هذه المسافة، مسافة 800 متر. على الصورة خوي رشيد البطل المغربي، والجانب ديالو محسن امين اللي حتى هو عداء اللي شق طريقه في مسافه 800 متر، والان يعني بانه تيتحدث باش يدير على اقل دقيقه و 46. المساوي محمد اللي معروف 1500 متر اللي اليوم تيجري في المسافه تاع 800 متر، لانه خرج عده سباقات المسافه تاع 1500 متر. رقم القياسي العالمي يزال في حوزه ويلسون كيب كاتر الدنماركي من وصول كينيا، دقيقة 41 ثانية 11% ينطلق السباق، والأنظار ستتوجه لأمين لعلو البطل المغربي، دون أن ننسى لتيت جون من كينيا، وأيضا الأبطال المغاربة محمد المساوي رقم ثلاثة. جميع الأبطال يحاولوا ياخذوا المكان ديالهم، يحاولوا يخبطوا هذا العداء الأرنب في المسافة نتاع 800 متر. أمين العلو في موقع جيد، إيقاع مرتفع، يعني بأنه أكيد بأنه سيكون واحد الرقم اللي يكون متميز في هذا السباق، بما بأنه بخير أجود العدائين يلاه فروما يوم الجمعة هو أرقام اللي هي كبيرة، ولكن على الأرض بأن يؤدي كل 400 متر الأخيرة من السباق لانسحاب الأرنب، وتمنح الفرصة لباقي العدائين. جورج كوتش الأرنب رقم 2 هو اللي غادي أمام أمين لالو بالفعل، المساوي في موقع جيد وراء أمين، وأيضا البطل خويا رشيد، صراع كبير جدا من اجل الفوز بالميدالية الذهبية لدى السباق. انسحاب بالفعل، وامين علو في صدر مدفوع بمساوي، صراع كبير ما بين العدائين المغربيين للفوز بالميدالية الذهبية والبحث عن تحسين الرقم الشخصي لكلا البطلين، لا مساوي ولا امين علو. ايضا صراع كبير جدا، امين علو في صدر مدفوع مساوي، وعوده ايضا لسعيد دولان، صراع مغربي كبير من اجل تحسين وتحطيم الرقم الشخصي للبطل المغربي، واظن تحطيم الرقم القياسي للدوره اللي كان ايضا في حوزه امين العلو. دقيقه 44 ثانيه 56% توقيت السنه الماضيه، دقيقه 44 ثانيه و 75% تحطيم الرقم القياسي للدوره من جانب امين العلو الذي يفوز بهذا السباق والتنافس المثير في 100 متر الاخيره. فعلا انا تنقول بانه هكا خص العلو بدا يجري، لان اليوم خد سباق بشجاعه مع الارنب الاول، الارنب الثاني شافوا بانه نقص عليه فاتوا، وهو اللي مكنته بانه يحقق دقيقه 44. مستوي يعني بانه حتى هو ادى الدور ديالو احتلاله المرتبه الثانيه. تجي امين محسن في المرتبه الثانيه اللي تيبان على الصوره بانه مسرور جدا، ودولال سعيد اللي حتى هو تيبين على كفاءات وقدرات جد هائله، يعني بانه خمسه المراتب الاولى كلها كانت للابطال المغاربه في توقيت اللي هو جيد، يعني اللي تيخص العزيمه والاراده،
وركبي تيكملها، انت تشوف انه تمكنوا الاداء وخويا رشيد حقا دقيقه و46 ثانيه و41 يعني بانه محسن امين حتى هو تحقق دقيقه و46 03، وسعيد دولار دقيقه 45 و39 في الابطال المغاربه تيكونوا ابطال اللي هما كبار وبينوا في هذا السباق بانهم ابطال اللي يمكن لهم واحد يمكن له يسال الاخر. ولكن العجيب في هذه واللي مزيانه هو التوقيت اللي داروا الاعداء مستوى محمد دقيقه و45 بانه كيجري ايضا يعني بانه دابا عنده